السياسي المحنك الذي تولى عام 1993 زعامة حزب الليكود وترأس بعد ذلك بنحو 3 سنوات لأول مرة حكومة إسرائيلية، فقد منصبه هذا عام 1999 بعد أن دعا إلى انتخابات مبكرة، وهزمه في السباق آنذاك زعيم حزب العمل إيهود باراك. تنحى نتنياهو بعدها عن زعامة حزب الليكود وخلفه في المنصب أرييل شارون، وبعد انتخاب شارون رئيسا للوزراء عام 2001 عاد نتنياهو إلى الحكومة وزيرا للخارجية ثم وزيرا للمالية. في عام 2005 استقال من الحكومة احتجاجا على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في إطار خطة فك الارتباط، وعقب غياب وجيز عن الساحة السياسية استرد قيادة الليكود ثم رئاسة الوزراء عام 2009. ولنحو 12 عاما لم تعرف إسرائيل قائدا للحكومة غير نتنياهو الذي احترف تشكيل التحالفات وجذب الأحزاب الصغيرة والتنظيمات الأرثوذكسية المتشددة لتثبيت حكمه، وكان أول رئيس للوزراء في تاريخ إسرائيل يواجه المحاكمة بتهم فساد وهو على رأس السلطة. لكن ائتلاف يائير لابيد ونفتالي بنيت كسر القاعدة وتمكن من إزاحة نتنياهو عن الحكم في يونيو 2021 بعد أن أخفق نتنياهو في كسر الجمود السياسي المستمر في البلد لأكثر من عامين، ولم يتمكن وقتها من جمع تحالف لتشكيل حكومة أغلبية. لم يدم غيابه عن السلطة طويلا نحو عام ونصف العام، فعودة دراماتيكية لرئاسة حكومة اللحظة الأخيرة عبر انتخابات خامسة شهدتها البلاد في أقل من 4 سنوات.